السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم معتز الزناتي ومسابقة جديدة من منهج المعرفة مع منى الزناتي. هتقول 3 أسئلة، لو قلتهم مظبوط هتاخد جايزة كبيرة أوي. السؤال الأولاني، الإيد فيها كام صبع؟ 5. جدع يا منى، منى كسبت الأول سؤال. السؤال الثاني بيقول الفرخة بتبيض ولا بتولد؟ بتبيض. جدع، السؤال الثاني كمان مظبوط. السؤال الثالث والاخير وهي قالت عليه صح، هتكسب معانا جائزه كبيره قوي. المسافه بين كوكب الارض وكوكب المريخ كام كيلو بالظبط؟ استنى ماشي، معاك وقت. قول هتكسب جائزه كبيره. خلاص يا عم، السؤال الثالث والاخير. 5 4 3 2 1. خسرت يا منى، وكده خسرت معانا منى جائزه كبيره قوي اللي كانت هتاخدها سندوتش بلوبيف. شكرا جزيلا.